لي نقول ان هذا اللقاء هذا مر في واحد الاجواء ايجابيه، واحد الاجواء اللي تميزات باقتراحات جد مهمه وتوصيات للجميع غادي يلتزم بها انا على اكيد، لان الكل منخرط في تنزيل يعني المخططات ديال التربيه الوطنيه. ومن طبيعه الحال ملي كنهضروا على الفيدراليات والجمعيات ديال الامهات واباء واولياء التلاميذ كنهضروا على شريك استراتيجي اللي اصبح الدور ديالو محوري اكثر من اي وقت مضى في ظل يعني هذه الجائحه ديال كورونا من طبيعه الحال، بالاضافه الى الادوار اللي كانوا كيقومين بها في السنوات المنصرمه. هذه الجائحه يعني مرت عبر مراحل كيف ما كنعرفوا، تعلقت الدراسه الحضوريه 16 مارس، وهذاك التعليق ديال الدراسه الحضوري كان ولا بد الجمعيات يكونوا حاضرين معنا للتحسيس والتواصل مع الامهات والاباء يعني والتلاميذ الاسر اللي غادي يمكن صله الوصل مع التلاميذ. اذا كان الدور ديالهم محوري، وفي ظل يعني هذا الدخول التربوي هذا اللي كان فيه التناوب يعني شق بالحضوري وشق التعليم الذاتي ولا التعليم عن بعد، كان ولا بد من طبيعه الحال باش يكون الجمعيات الامهات والاباء حاضرين معنا لتنزيل البروتوكول الصحي يعني والوقوف عليه بصرامه للتحسيس والتوعيه. احنا كنعرفوا من طبيعه الحال ان الان مسؤوليه علينا كثرات، وتزاد البروتوكول الصحي اللي خصنا نامنوا به الوليدات ونضمنوا لهم يعني واحد البيئه سليمه للتمدرس داخل المؤسسات التعليميه. نشكركم على تغطيه هذا اللقاء التواصلي التحسيسي والذي كان محوره هو اللقاء مع مختلف شركاء المنظومه من جمعيات اباء واولياء التلاميذ من مجتمع مدني ونقابات من اجل تحسيسهم حول ما تقوم به الوزاره على المستوى المركزي الجهوي والاقليمي والمحلي من مجهودات جباره من اجل دخول مدرسي، وكما رايتم فكان دخولا مدرسيا ناجحا، ايضا اجتزنا الامتحانات الجهويه بنجاح امتحانات البكالوريا، وايضا كانت محطه الامتحانات البكالوريا في نهايه الموسم ايضا محطه ناجحه. كل هذا لم يكن ليتاتى بدون انخراط الجميع، ليس فقط أطر الوزارة لكن المجتمع المدني، ونخص بالذكر على الخصوص جمعية آباء وأولياء التلاميذ المجتمع المدني بمختلف مكوناته من أجل مساعدة الأطر المنظومة على إيصال رسائل حول هذا الخطر ديال فيروس كورونا، حول الأخطار التي تحيط وتحيق بالتلاميذ والتلميذات، وحول ما يجب أن يتحلوا به من تدابير احترازية من احتياطات داخل المؤسسة التعليمية داخل الصف الدراسي، لأن جميع المتدخلون متحسسون ومدركون لهذا الخطر ومدركون لما يجب عليهم فعله، لكن يبقى ذلك غير كاف، يبقى انخراط الجميع، يبقى انخراط المجتمع المدني مهم جدا من أجل إيصال هذه الرسالة للتلاميذ، وأيضا من أجل إيصال هذه الرسالة لأولياء الأمور ديالهم من خلال هذه التلاميذ، لأنه القضاء على هذا الفيروس هذا لن يتأتى إلا بتحسيس جميع مكونات المجتمع المغربي من المدرسة إلى الأسرة، لأن هذا شأن يهم الجميع. وطبعا نحن أخذنا كوزارة تحدي غير مسبوق، وهو أنه استمرار الدراسة عبر أنماط تربوية وعبر انخراط السادة أطر التفتيش التربوي والسادة أطر التدريس من خلال جداول حصص اللي هي منمطة أيضا حسب كل نمط تربوي. والحمد لله الآن كل الظروف هي ملائمة، التلامذ في الأقسام ديالهم، الداخليات فتحت، الخدمات الإطعام فتحت، باقي الشركاء من الجامعات الترابية انخرطوا معنا في النقل المدرسي في احترام تام للتدابير الاحترازية وفق بروتوكول صحي صارم على جميع المستويات.